الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت هيئة النزاهة عن مخالفات في شركتين نفطيتين في محافظة ميسان أدت إلى هدر 36 مليار دينار من المال العام. وقالت الهيئة إنها ضبطت 3500 جهاز تسجيل استكشافي غير مستخدم بالرغم من استيرادها منذ عدة سنوات، ما عرضها للتلف في شركة الاستكشافات النفطية بقيمة إجمالية تقدر ب 17 مليون و500 ألف دينار. كما رصدت الهيئة مخالفات مالية في حسابات شركة نفط ميسان بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 11 مليار دينار، لافتة إلى ضبط نسخ مصدقة عن 20 مستند صرف مكرر مع الأوليات في الشركة. أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط سومو أن العراق أنتج 4,430,000 برميل يومياً من الخام في شهر تشرين الثاني، بانخفاض بمعدل 221,000 برميل يومياً عن شهر تشرين الأول. وبحسب أرقام الإنتاج، فإن إنتاج العراق يتماشى مع حصته بموجب اتفاقية أوبك بلس لشهر تشرين الثاني، كما هو الحال منذ حزيران، مبيناً أن بيانات من سومو أن العراق حقق التراجع بخفض الاستهلاك الداخلي بقيمة 92 ألف برميل يومياً والصادرات ب 63 ألف برميل يومياً. أكد عضو اللجنة المالية النيابية خليل غازي أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية يؤثر على مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2023، مشيرا إلى ضرورة خفض السعر المقدر للنفط في مشروع القانون. وقال غازي إنه يتم تقدير الموازنة العامة على أساس بيع النفط، ففي السابق كان سعر النفط أعلى من 90 دولارا لكنه انخفض إلى أقل من 80 دولارا، لذا فإن انخفاض أسعار البترول سيؤثر على مشروع قانون الموازنة العامة. حذرت دراسات اقتصادية وسياسية من تأخر إقرار الموازنة الجديدة في البرلمان بما يتجاوز المدة القانونية لإقرارها والبالغ 100 يوم. وأضافت دراسة لمركز العراق الاقتصادي السياسي أن عدم إنجاز قانون الموازنة من قبل الحكومة وعدم إرساله إلى البرلمان الذي يبدأ عطلة تشريعية قد يؤدي لتأخر إقرارها لأشهر أخرى قادمة. وأوضحت الدراسة أن أسعار النفط في تراجع مستمر، بينما كبلت الحكومة نفسها بأعباء مالية إضافية من شأنها زيادة الإنفاق، ما يعني وجود عجز كبير في الموازنة. قال خبراء اقتصاديون إن سبب ارتفاع أسعار صرف الدولار الكبير يعود إلى فرض الفيدرالي الأمريكي الحظر على 5 مصارف كبيرة في التعامل بالدولار، وهذه المصارف لديها أعمال كبيرة وتجار كثر يتعاملون معها. وأضاف الخبراء أن هذه المصارف عندما حظرت من بيع وشراء الدولار أصبح التجار لا يشترون الدولار إلا من السوق الموازية أو المصارف التي لديها فائض في الدولار، ومن ثم أصبح هناك تزايد في الطلب على الدولار. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.